حلوه والله. بس اكيد يعني في مباراه وانت في مع نادي المنصوره عمرك ما تنساها، دي المباراه اللي كانت ايه نقطه فارقه في تاريخ الكابتن بدير. يا كابتن يعني انا الواحد ما بيحبش يقول انا يعني بفضل ربنا كله يعني كل ماتشاتي ما كنتش بقل عن 9 من 10. حلو قوي. كان الله يرحمه استاذ نجيب المستكاوي بيدي درجات، تستنى الدرجات بينا وبيدينا الدرجات. فبقول له مره بقول له يعني ما فيش حاجه مره كده 5 من 10 4 من 10. قال لي لا حقك على طول 9 من 10. حقك. لكن الماتش اللي كان له تاثير ايجابي علينا كلنا ايوه كان الفوز مع النادي الاهلي. على النادي الاهلي 2-0. 2-0 يعني. ليه؟ لان النادي الاهلي كان نجوم يعني انا يعني اسماء احجام كبيره جدا في عالم الكوره، فكان بالنسبه لنا كان فرحه بعدها فرحه. الثاني ماتش بقى اللي له تاثير عليا، لا مش ما ينفعش افوت ماتش الاهلي الاول دلوقتي. مين كان يعني في هجوم الاهلي وانت مساك النهارده وليله المباراه وانت عمال بقى تركز وتعامل له الف حساب؟ لا ما هو معروف الف حساب كابتن محمود الخطيب طبعا. بصراحه يعني انا كان يعني كابتن محمود اصله الميزه بتاعته انك ما تعرفش تقرا دماغه. يفاجئك في حاجات، بيعمل حاجات برضه يعني انت مرتب نفسك لامور معينه تلاقي الوضع اختلف. يعني تكسر من السنه تبص تلاقي لف طول التسعين ده انت مركز مركز معاه يعني بصراحه انا بكلمه بالامان. فيعني كان عنده مميزات طبعا ما تعوضش.